هيا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على لو سمحت صوت لو سمحت جميع آبار النفط وجميع حقول الغاز في هذه المنطقة عندنا حوض جالو حوض شقرة عندنا حوض مرزق حوض زلة حوض أوباري حقل الشرارة وحقل الفيل لدينا الجنوب الغربي مصادر المياه في تغذي الدول الليبية بالكامل في حوض كفرة بالكامل في هذا الحوض إذا كل خيرات الدول الليبية الآن تحت التأمين وتحت حراسة القوات المسلحة العربية الليبية إلى مصراتة إلى منطقة طرابلس وبعض الأجزاء من الزاوية إذا البرلمان الليبي والحكومة الليبية والقيادة نحن الليلة البارحة بعد العدو حاول القيام بهذا الهجوم قمنا بغارات جوية مكثفة جدا مسحنا كل المنطقة من منطقة بوغرين حتى منطقة مصراتة دمرنا كل مواقع المدفعية دمرنا كل مخازن الذخيرة دمرنا كل ما يعد تواجد تركي نحن نرفض الشعب الليبي بالكامل والقيادة العامة ترفض وجود جندي أجنبي واحد على الأرض الليبية وتركيا ترتكب في هذه الجريمة للإرهاب وهو الذي يضخ بخطاباته النارية في نحن حقيقة منذ 48 ساعة ونحن نقود في اشتباكات الغاية والغرض منها هو منع العدو من استغلال الهدنة المعلنة الغني قناة 24 مصر